مشاهدينا من جديد، نرحب بكم وبكل من انضم الآن لمتابعتنا عبر استديوهات روح الاتحاد، واللي بدورنا نشارككم هذه الفرحة ونحاول ننقل لكم الصورة السعيدة والفرحة الغامرة اللي يعيشها كل فرد على أرض الإمارات الحبيبة. هاي الفقرة نحن ندعو كل الأطفال أيضا لمتابعتها، وكل محبي الأشياء خفت اليد. خفت اليد والاشياء الغريبه. اسمحوا لي مشاهدينا ارحب معكم بضيفنا في الاستوديو لاعب الخفه معين البستكي. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. اول شيء احنا طبعا شلنا الزينه مالتنا اللي على الطاوله. اسباب تفضيل ان شاء الله الاشياء اللي بنسويها. اولا ارفع اسماء كلام متأخرة. ارفع اسماء التهاني والتبريكات الى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد النهيان حفظه الله، ولنا نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المجتوم رعاه الله، ولجميع حكام الامارات والشعب الامارات بمناسبه العيد الوطني وبرور 41 عاما على الاتحاد. هذا اليوم احنا جايين ان شاء الله نحتفل وياكم بالعيد. نعم. عيد الاتحاد وان شاء الله نسوي لكم اشياء خفيفه. حتى بنبدا بالهذا على طول. بتطير الكاميرا ولا شو بتسوي؟ لا اليوم ما في اشياء مخيفه، اشياء حلوه للعيد. ندخل على المشاهد من الكاميرا شي مره. قبل ما تبدا معين بسالك، ليش اخترت هالمجال؟ هو هوايه يعني؟ هي بدت ولا انت متخصص فيها؟ هي بدت عندي كهوايه. انا كنت صغير ويدي بدا انه هو تعلم كم من حركة. يوم انه كان مسافر الهند، الايام قبل انه كان يسافر تجارة الهند، في يوم انه رجع ويبي يعلم عياله، ابوي وعمامي ما بغوا يتعلمون، كل واحد كل ياهل وميوله. في يوم من الايام تعال زقرني وعلمني كم من حركه، فبدت هاي السوالف هاي. نعم. وبديت شويه على الافلام للكبر فيلد والى اخره. لما يوم كبرت يوم خلصت الثانويه صرت عند الوالد، قلت له ابوي انا بستوي متخصص العاب خفه. كان يجيني بذاك الكف يقول سير كمل دراستك. انا عاد صرت كمل دراستي. نعم. انت معك دراسه صح؟ نعم. فصرت كملت دراستي واخذت لي اداره اعمال ماجستير فيها. ما شاء الله يعني. نعم. ولكن يوم اني جبت الشهاده قلت حق ابوي هذا الشهاده عندك حطها على الاداره. هذه شهاده ماجستير اداره الاعمال توجهت لالعاب الخفه. كم يول واحترفنا فيها والحمد لله والشكر، ويعني في مصدر رزق في هذا والحمد لله على كل شيء. جميل. نعم. جميل. المدام يعني خلينا نشوف نشوف توجه والحب يعني اللي اول ما دخلت الاستوديو. نعم. اول ما دخلت الاستوديو شمس قالت لك بتطلع لنا ارنوب ولا عصفور ولا والله احنا في برامج طلعنا حيوانات وهذا، بس اليوم قلنا بنكون خفيفين عليكم نسوي اشياء خفيفه. من الاشياء اللي انا شفتها وانا صغير، انا ابوي وداني عرض وانا صغير فشفت حركه من الحركات قلت ان استعملها لعيد الاتحاد. نعم. فباتش الاستاذه شمس تعطيني دش في يا سلام ما طلبت في الكيس هذا وتشوفين شو فيه بدون ما تطلع شيء. أطلع كل شيء. نعم. في كم من خلقة مع على ألوان مختلفة. ألوان العلم. ألوان العلم. نعم. إنزين. في شيء ثاني. لحظة بتأكد. تأكدي ما في شيء. إنزين. شلين ديدج. وتبدين مكانه. لا ألوان العلم. إيه نعم مكانه. تعرفين حركة سحرية شيء؟ دبرك دبرة. دبرك دبرة. دبرك دبرة. دبرك دبرة. إنزين. أبيك غمضين عينك. تحطين ديدج داخل الكيس. وتسحبين اللي. بس ما يكون يعني. ما في حيوان. حتى لو ديناصور ما في مشكله. برايك يعني يكون في ارنوب بعد السحب اللي فيه. اوكي تغير العلم العلم تغير علم الامارات. انا صراحه اول مره. وين راحت لا اله الا الله الكيس فاضي. اشوف بس متاكد انا من الكيس. حط ايدك فيه. متاكد بس منك ما اشوف كنت باخذ الكيس ما طاي يعطيك. نعم. والان تحتفظين فيه وبشيل عنك عقب. على مبلادي الغالي يعني. عزيزه وغاليه. انزين تبغى تقول شيء؟ لا بس انا جاهز بسمعكم. هل يعني لاقت خفه اليد هذه يعني رواج؟ خلينا نقول جدا يعني نحن في برامجنا نحاول دائما ان يعني نستضيف الشباب الاماراتي المتميز في هالامور هذه. صحيح. كيف انت تلاقيها في المجتمع الاماراتي؟ انا اول ما بديت ظهرت التلفزيونيه اول ما طلعت اول برنامج تلفزيوني كنت اسمه دبي. نعم. فكنت وايد متخوف. كنت اقول ان هل ان المجتمع الاماراتي حيتقبل هالشيء؟ هل بيقبلون هالشيء؟ هل ربعي بيستانسون؟ هل لا؟ فيوم صرت كنت وايد متردد. فيوم اني صرت اول برنامج ظهرت عقب سنه برنامج ثاني عقبه سوينا مع الاستاذ عبد الله بالخير، اخفيناه من بيته طلعناه في الاستوديو، اخفيناه من الاستوديو طلعناه في بيته مره ثانيه. ما شاء الله هذا سويته. اي نعم يا عبد الله بالخير.
ما شاء الله أخ عزيز وغالي. فسوينا وايد أشياء مختلفة. شفت الناس حابين المجال هذا، شفت أنا وايدين ناس يسألوني عن الأشياء اللي أسويها. أخذته من بيته وطلعته في الاستوديو. في الاستوديو والفيديو موجود في على اليوتيوب، ممكن الناس ممكن تودينا البيت عقب ما نخلص البرنامج ولا الحين بسير. أيوة يعني نشوف شكل مبكر. هي إحنا نبغى نأكد إن كل سوالف اللي نسويها ألعاب خفة، خدعة بصرية، ما لها أي ارتباط بشيء خارق. أكيد. إحنا دائما نأكد ودائما نقول إن هي ألعاب خفة. جمهورك من الأطفال ولا جمهورك من الكبار؟ كيف علاقتك أنت مع الأطفال؟ جدا جدا أحب الأطفال. وجمهوري الأكثر خلينا نقول من 20 ونازل. أو من خلينا نقول 5 وطالع. اللي صعبة يعني. اللي عندهم المشكلة وين؟ إحنا عقب ما نكبر شوية ونبدأ نداوم ونبدأ عقب ما نخلص دراسة الخيال يختفي شوية عندنا، نرجع للواقع. الياهل الخيال موجود عنده، انت لو تغمض عين الياهل تقول شو تشوف؟ يقول لك اشوف شجره واشوف بيت واشوف ما اعرف شو. ونشوف ايضا على الشاشه الاحتفالات في مدينه العين ايضا. الله، من دون ما نغمض عيوننا. لا تغمض عيونك. تفضل. انزين. نعم. فالياهل يتقبل هالشيء. انا عادي يسالوني في مقابلات يقولون مو بالالعاب الخفه حق الياهل، اقول هي بس كل واحد منا فيه ياهل وده يطلع، وده انه يستانس، وده انه حد نوعا ما يسوي شيء قدامه وما يعرف. فكنا نبغى نوعا ما خلينا نقول بس انه ينقص علينا بس بطريقه ايجابيه. ممكن تقص علينا مره ثانيه بلعبه ثانيه. اخ موسى. نعم. هذا شغله. وانا ايك بعد؟ لا اللي بخبرك. زين. انا عندي زهره. زين. زين حق الدومينو حق المونوبولي والى اخره. اللي اباك تسويه اباك من غير ما اشوف ومن غير ما الاستاذ الشمس تشوف اباك تحطه قدامك على اي رقم من الارقام اللي انت حابب. زين مثلا من غير ما حد يشوف. مثلا شيء وتعرف تشوف الرقم وتحط ايدك فوقه. بس ممكن اراوي الكاميرا بس. اكيد عقب لا شو بسوي؟ بتخشه عقب انا بحاول اخمن الرقم اللي انت اخترته من غير ما تراوي احد. من غير ما اراوي احد. عقب بشيل ايدك وبتقول الرقم هذا اللي انا اخترته. اوكي. عقب ما يقول الرقم انت ظهر على الكاميرا. ايه فهنا عندك الزهره موجوده انا ما اشوف، انت اختار رقم جلب وحطه على الطاوله وعيدك فوقه من غير ما انا هذا. اكيد الزهره ما فيها رقم 17. الحين صغاريه يقولون ان شاء الله انه ان شاء الله ما يغلط. زين هذا ما اشوف، تحط على الطاوله وتحط ايدك فوقه. يلا شفت الرقم؟ شفت الرقم. شفته موسى؟ ايه شفته بعد. ما شفتك يوم شفته. مو لازم تشوفي. يلا انت الرقم اللي وقفت عليه انت ما قلت لي. يلا انت قول. والاخ موسى احنا مو متفقين صح؟ صح اكيد. ما في اي طريقه انا ممكن اعرف. اكيد. انت وقفت على رقم، انت وقفت على رقم 3، تراوي الكاميرا رقم 3 صح؟ رقم 3. اباك تغير مره ثانيه، غير مره ثانيه من غير ما انا اشوف من غير ما انا استرجع. رقم 3 كشف بدون ما انا صراحه. مره ثانيه وياك. بس انا ابا اقول ان انا العاده استعمل الحواس الخمسه حسب اطلع بالحاسه السادسه. عيل اسمع موسى يمكن تطلع صوت. انزين يمكن يسمع، يمكن فيها صوت توقف عنده يسمع صوت. يلا يلا موسى اوقف لي على رقم وقفت على رقم وتخشى بإيده بس. زين زين. أوكي أوكي. أنا ما شفت. أنت ما شفت ولا أعرف ولا تعرف. الأخت الشمس تعرف. أنا شافت. أيوة شفت. شفت رقم 2. بسم الله. شفت رقم. دور أستاذ الشمس بس سوي آخر محاولة مع المشاهدين فعلا رقم 2 أساس ما حد يقول أن أنا وأنت متفقين ما نسوي بها أستاذ الشمس. أنا أبدا يعني بويها صح. تفكرون أنتم بتتفقون بخليكم يعني. يلا عزيزي وايد هي لعوزنا. توقفي على رقم على الطاولة. أنا وأنت نشوف. يلا حط على الطاولة هذا. أنا ما شفت. لحظة بتأكد. يا تأكدي. أوكي. يلا هاي بيني وبين الكاميرا بس لو سمحت انت غمض. انا ما مغمض انا هاد ها مغطي على الكاميرا هذه. ايوه اوكي. كم رقم حطي على الطاوله؟ لازم على الطاوله. ايه حطي على الطاوله. ما ادري ليش لازم على الطاوله. ايوه سكريها سك. ايوه الله انت ما بتعرف انا شو حطيت. لا ايه. زين حط ايدك فوق. انا نفسيا بوحيلك انت ما بتعرف. افا صعبه انت هذا. ها تراهن حركات تراهن انك ما بتعرف. لا استاذ شمس اعرف شوية شيطانة وحاول تخربين علي. اعزائي المشاهدين يمكن ما اعرف بس ان رقم 6 في ايدها راويهم رقم 6 عندك. هو خطا الرقم هو رقم 6 عندك. رقم 1 ما قصرت. يا هلا بس ليش ما تقول لنا السر يعني؟ ما يستوي ترى يعني اهدا بمناسبة انا والله انا العاده انا كان تبون لو عندنا وقت بعلمهم حركه خفيفه يسوونها في البيت. زين علمني بسرعه. انزين زين عند واقفتون انا ما بذهب شيء ان اعلمكم فيه. انا بسوي وياكم حركه وبعلمهم اياها. زين اباك انت استاذه شمس تحطين الاوراق على صوب والاخ موسى. نعم. ايدك اليسار ايدكم اليسار تجربونها تحت. اليسار موسى تعرفين اليسار وين؟
اللي ما تكتبين فيها اجلبيها على السحر اليمين تيبها من فوق ولوك يور هاندز صف ايديك زين نزلي ايدك شويه الاوزين انت دائما على عدد ثلاثه زين على عدد ثلاثه واحد اثنين ثلاثه لفوا ايدكم لو سمحت اها صبر شوي انت سويت حركه بعدين زين عاد انا بعلمكم واحد اثنين ثلاثه لفيت مشهورين وما قصرتوا عاد احنا بنعلم المشاهدين حاليا هاي اسهل حركه ترى زين هاي حركه فيها ديستراكشن هاي حركه ان انا شو سويت قلت حق الاستاذه شمس تلعوزين ونزل ايدك شويه هذا ليش لان تخلي الناس اللي موجودين كلهم انت يركزون عليها التركيز كله والتوجه عليها هي فعسبتين الناس ما بيكونوا عارفين فانت سويت حركه فخلنا نخبرهم شلون سويته شو رايكم انزين خبرنا زين انت عاد عرفته انزي. بس احنا بنخبرهم اساس اللي ما عرف واللي ما شاف عند ما عرف عن طريق الشاشه يكون عارفها واللي ما انتبه فضل. اللي احنا سوينا بنسويه مره ثانيه بس بسويه بالبطيء حسب ان الاستاذ بعد تعرف تسويه حق عيالها الايد انت سووها ايوه انزين اليسار ايوه شي تجيب اليمين فوق وانت تسوي حق ثلاث اربع تنفار وشي هذا فانت تقول اكسكوا ايديكم يسكرون فتصير تركز على واحد في نحله او ممكن نحله أيوة. بس عاد شيء شيء افضل يعني بس انه شيء لو انه على واحد منهم يكون تركيز كذا فهني شو بتسوي؟ بتقول حق واحد من اللي في اللي قدامك بتقول نزل ايدك شوي او نزل ايدك شوي ليش؟ لانك انت تبى تشل الايد من فوق نزل ايدك وتيبه من تحت من غير ما ان حد يكون شايف بس ما عنده اللي ما عنده لياقه جسمانيه ما تقدر لا سهله مش اشوف وبعدين تشي بعدين اقول لك نزل ايدك بعدين سوي انت بعدين بسرعه سوي لا سويتها قبل شوي سويت وياي معك لوحه بعد اليوم بيضة هاي اخر حركه تبي تطلعوني بسرعه يعني تشوقنا نشوف شو هاي هاي بسوي خلاص اسالك عن كوبر فيلد تفضل شو رايك فيه هل هو فعلا ساحر ولا لاعب خفيف اللي استوى انا على يوم صغير تطروقنا بسرعه بس يلا بسرعه اللي صار وانا في ايام الابتدائيه وشي عقب ما تعلمت كم من حركه الوالد كان عنده ذاك الوقت محل بيع للشرطه فاللي كان يصير كان يجيب على ذاك الوقت ما في كوبي رايت ما في حقوق الطبع محفوظه وشي فكان جبت يعني يجيب ماستر واحد وعقب يسوي كوبي عليه صح من الشرطه اللي كانت توصل له من امريكا كانت الشرطه لديفيد كوبرفيلد فاللي كان يصير انا كنت اشوف ديفيد كوبرفيلد الفيديوهات اللي يسويها والشغله اللي كانت هنا كل سنه مره وكنت انبهر به كنا يسوي الاهل وكنا ننبهر به وانا كنت اقول هالانسان يعني مو بعارف لازم يوم من الايام اكبر واخفي بس احنا دائما لازم نفرق بين العاب الخفه وبين السحر دائما العاب خفه احنا ذكرنا العاب خفه اصلا احنا دائما ذكرنا وزائد نقول ان اي واحد من الكبار او المعروفين في العاب الخفه هم بس يستعملون العاب خفة. مثل الحركه اللي سويناها الناس ممكن يقولون إن شو أعرف أكيد تتعامل مع شيء خارق ولكن أنت الزهرة في إيدك وأنت مغطنها بطريقة ما في طريقة ما تبغى تقولها بعد البرنامج أنا وعدت أخبرك أنت أنا بخبر مشاهدين في كل الأحوال ما بخبرش أنا ولكن هي ألعاب خفة هي تأكيد للكل إن هي ألعاب خفة إحنا سوينا وايد سوالف مختلفة سوينا في تلفزيون أبو ظبي إني ولعت جسمي كامل بنار عقب مشيت عقب طفوني الحين ما شاء الله فيها العاب ناريه العاب ناريه جميله جدا العين. صراحه واحنا ان شاء الله نظهر من هنا ويصير معنا الفرحه دائما ان شاء الله اللهم امين 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 ما بتقول لنا اللوحه اللي معك بعد بنسوي خلاص بيطلع منها شيء هي بنسوي شيء انا ابغى شيء ارنوب اسد يعني. ان شاء الله يوم من الايام بيحق عيد ميلاد عيالك بسوي لك ارنوب اسد سوالف حلوه وفاره تحبين الفيران هي كل حيوانات يلا زين احنا بنسوي اللوحه اساس انه خلاص تمام زين هي اللوحه اخر واحده يعني لا باقي بنسولف طب بنسولف خلاص بنسوي عقب بنسولف يلا زين احنا اليوم في عيد الاتحاد امس رش جايب يا سلام لا رش بس حق اللوحه وينك امس الاطفال جهال كلهم يدورون رش فعدنا اكتب روح الاتحاد واحد واربعين شو الكلمة السحرية اللي تعرفينها؟ روح الاتحاد 41 زين شو الكلمة السحرية اللي انت قلتيها؟ دبرك شيء مشابه من الأشياء اللي نسويها هاي الحين بتغطيها روح الاتحاد
عيد ويوم. انتبه ان انت بتحاول تشتت تركيزنا عشان تسوي حركه، فانا مركزه معك وما راح اشتت التركيز. لا تسمعونها. يلا على عدد ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. لا تستعجل علي. واحد اثنين اثنين ثلاثه. قولي ابراكادابرا. ابراكادابرا. او ماي. كل عام الشعب الاماراتي بالف خير. العيد الوطني الواحد والاربعين. صفحة روح الاتحاد صفحة لا تنطوي. وتضم طبعا أحب الناس إلى قلوبنا, وإلى أعماقنا وإلى صحيح. ناس تعلمنا منهم كثير. صحيح. وناس نمشي على خطاهم. صحيح. للنجاحات اللي وصلنا لها في حياتنا. شو رأيك في يعني الاحتفاليات؟ شو رأيك أنت كشاب إماراتي الحين ما شاء الله عليك يعني تتمتع بمهارات مختلفة، شو رأيك بالجو العام الإماراتي؟ جدا جميل. احنا ترى في وايد دول مختلفة يغارون منا. احنا دائما جونا ايجابي، دائما فرحتنا فرحه. احنا كل يوم نعيد واحلى الاعياد عندنا هنا في البلاد. فانا افتخر كوني من الامارات، وافتخر ان انا اكون وياكم في البرنامج، وان شوي اقدم الاشياء اللي انا تخصني، الاشياء اللي انا ممكن اطلع فيها واسوي لهم اشياء حلوه. ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله يجيب لي معك أرنوب، أسد، يعني شيء نمر وحش يطلع من ال يعني عيوني. أنا بس ما أنا أعرف إن جيت في البرنامج. أنا أركز على أي شيء عزيز وغالي. واستمتعنا بحوارنا معك. شكرا جزيلا. وطبعاً كل تحية لضيفنا في الاستوديو لاعب الخفة الإماراتي معين البستكي. شكرا لك ولمشاركتك بطريقتك طبعاً في الاحتفال بعيد الاتحاد الواحد والأربعين. لي الفخر ولي الشرف أن أكون معك. الله يسلمك. تفضل موسى.